بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، تعلموني جزاكم الله خير، ما ينبغي على المسافر في وقت الحج من الزحام وعدم القدرة في بعض الأماكن، هل وفت أهل العلم أنها ترمي في الليل، هل وليها له أنه يروح معها ويجي ويرمي لو في الليل، ولا يذهب في النهار ويرمي معها ويصحبها في الليل؟ الصحيح أن الرمي في الليل جائز، أن الرمي في الليل جائز، إلا ليلة العيد فإنه لا يجوز إلا في آخر الليل، وكذلك أيضا في اليوم الثاني عشر لا يؤخره إلى الليل، لأنه لو أخره إلى الليل لازم أن يبقى إلى الثالث عشر. كذلك رمي الثالث عشر لا يؤخر إلى الليل، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب ليلة الثالث عشر، فيجوز حتى لغير المرأة أن يرمي ليلا. ونرى أن الرمي ليلا مع الطمأنينة والإتيان بالرمي على وجه الخشوع أفضل من كونه يذهب يرمي في النهار وهو لا يدري أيرجع إلى خيمته أم يموت، ولا يؤدي العبادة وهو يؤديها عبادة، يؤدي العبادة وكأنه مشغول البال بالخوف على نفسه. وقد قررنا قاعدة دلت عليها الشريعة أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها ما دام الوقت متسعا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فمن كان يدافع الأخبثان نقول أخر الصلاة إلى آخر الوقت حتى تقضي حاجتك، وإن كان الصلاة في أول الوقت أفضل، لكن إذا صليت وأنت تدافع الأخبثين فإنك لا تحصل على الخشوع الذي يتعلق بذات العبادة. لهذا نرى في الوقت الحاضر أن الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار، إذا كان الرمي في النهار لا يحصل به الخشوع وأداء العبادة على الوجه المطلوب. فيجوز للرجل أن يؤخر الرمي إلى الليل من أجل أن يذهب هو وأهله ليرموا الجمرة. جزاك الله خير.